السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع لتحويل أموال. الموقع ده عمولته صغيرة جدا وميزته إنه سريع، في خلال 10 دقايق بكتير وبيحولك الأموال. أول حاجة هتعمل ريجستر عليه، هتكتب الإيميل الخاص بيك والباسورد وكونفيرم باسورد أو إعادة كتابة الباسورد او تاكيده، وتضغط علامه صح اي اجري وتقول له ريجستر. ممكن يبعت لك رساله على الايميل، هتلاقيها في سبام او في الانبوكس. دلوقتي احنا ندخل على الحساب، انا عامل حساب فيه الموقع. هندخل لوج ان، بعد كده بيجي لك حاجه اسمها نيو اكستشينج، اول واحده يعني اول تغيير هتضغط عليها. بيقول لك دلوقتي انت عايز تحول منين؟ من بيرفكت ماني يو اس دي، يعني من حساب بيرفكت ماني يو اس دي هتحول ايه؟ واحد مبلغ واحد، والريسيف هتستلمه على او هتحوله لمين؟ هقول له باير مثلا يو اس دي، عندك فودافون كاش، عندك ايجيبت بوست ايجيبشن او البريد المصري، اتصالات فلوس، اورنج ماني، فودافون كاش، سكريل، باير، ادفي كاش، فون كاش، ويسترن يونيون، باي بال يو اس دي، باي بال يورو. طبعا كمية كبيرة جدا وحاجة متنوعة. بيقول لك الدولار هحوله لك 95%، يعني هياخد 5 سنت بس، مش مشكلة. هتقول له اكستشينج مثلا، بيقول لي جاري التحويل. بيقول لي دلوقتي هنقول له الكمية 1 دولار، لي هيحولها لي اوتوماتيك 95%، يعني هو انت بتتحكمش في 95% دي، انت بتتحكم بس في اول واحده. بعد كده بتنزل تحت بتكتب ايميلك وبتكتب حسابك في باير وتعمل علامه الصح بتاع اي اجري وتقول اكستشينج. هيحولك على صفحه هيقول لك نفس المعلومات دي وهيقول لك بروسيد تو بروسيس، او الذهاب الى العمليه. بيقول لك دلوقتي انا هحول لك بيرفكت ماني 1 دولار، وهحوله لك لبير 95% دولار، ماشي، يعني دولار الا 5 سنت. هقول له باي او ادفع. بعد كده هتظهر لك الصفحة دي، هنقول له ميك بايمنت، هيدخل لك بقى على حسابك في بيرفكت ماني. خلاص بيقول لك الاوردر رقم كذا، هتكتب رقم حسابك وكلمة المرور وهتكتب الكباتشا وتقول له ريفيو بايمنت، وهيبدأ يحط لك من حسابك في بيرفكت ماني وهيحوله على باير، وان شاء الله هيتحول في خلال اقصى حاجة 10 دقايق، من 10 دقايق لنص ساعة بالكتير. بس هو اتحول معايا بالنسبة لنا في خلال 10 دقايق، وتحول لحسابي بنفس العمولة اللي هو قال عليها، اللي هي 5 سنت. الدولار اتحول لخمسة وتسعين من مية دولار، يعني دولار الى 5 سنت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو، واسيب لكم الرابط الموقع اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.